بحال كنت كنتمنى يكون سؤال موحد، ولكن ما كاين. بس على اي حال كنعاود نتاكد بانه في الاتفاقيه اللي درنا مع الاقليم ديال اسفي ورقم صور، لان هذه تركت جمع بين الاقليمين بالمناسبه، بين الاقليمين، فراه الاتفاقيه ديال اسفي فيها هذا الطريق والاتفاقيه ديال الصويره فيها هذا الطريق، فنتمناو ان شاء الله باش ننزلوها في اقرب الاجال، مع العلم انه اليوم غنعدلوا الشراكه اللي درناها مع الجهه ديال مراكش، لانه درنا واحد العدد ديال الشراكات مع الجهات، مع التعديل الجهوي الان اللي وقع التقسيم الجهوي، مضطرين نعدلوا الشراكه مع مراكش باش ندخلوا فيها الاقليم ديال اسفي واللي مندمج في الشراكه الجهويه كامله بما فيها هذه الاولويه ديال هذا الطريق اللي شرتوا لها السيد النائب المحترم. انا متاكد لو ان السيد النائب المحترم كان عارف بان كاين المغرب النافع وغير النافع ما يطرحش عليا السؤال، يعني نكونوا كنضيعوا الوقت ديال البرلمان. يعني ما فبالتالي انا كننزه بلادي باش يكون فيها هذا التصنيف، ولا سيما اليوم انه جميع الاقاليم والجهات الحمد لله تحظى بعنايه خاصه من جلاله الملك وبعمل دؤوب من طرف الحكومه. انتم تعلمون بانه جميع الاقاليم تمت زيارتها باستثناء بعض الاقاليم، ودرنا معكم الاولويات ماشي في المكاتب ديال الوزاره، درنا معكم الاولويات معاكم وحددنا ورقمنا معاكم الاولويات بحضور الساده العمال والولاة والمنتخبين. طبيعي ملي كدير الاولويات لابد كيجي عندك نهايه المطاف منتخب اخر، ربما لان الاولويات لم تكن جامعه قد يكون فيها، فكنحاولوا نقدروا هذا الشيء. ولذلك وانا متفق بانه جزء من هذا الطريق لان كنا طلقناه الشركه لم توفي مثل ما وقع في زاكورا. بالمناسبه بغيت الاخوان، وانا قلت لكم مستعد نجي لهاد المجلس الموقر نعطيكم حجم الاستثمارات في الصيانه ديال الطرق، النقاط اللي ربحناها في هاد 4 سنوات مقارنه مع السابق، كل اقليم شحال استفد مقارنه مع المرحله السابقه، تلقى زاكورا وتلقى هاد المناطق وتينغير ورزازات والمناطق، يعني يمكن لي نقول لكم عشرات ديال الاقاليم، لكن لما كنقول لكم عندنا عشرات الالاف، كنتكلموا على 43,000 معبده، كنتكلموا على 40% ان يعني الطرق، بمعنى كنتكلموا على 20,000 سيئه. ملي كتقول الميزانيه شي غنديروه في 10 سنوات ولا 15 سنه، لذلك كنديروا الاولويات. طريق ما بين جديده واسفي والصويره، انتم تعلمون اول مقطع بدينا به محور اساسي ما بين جديده واسفي اللي قديناها، الان حنا غنمشيو من اسفي للصويره، وهذا الشيء ما يمكنش يدار يعني في ظرف وجيز، انتم ما عرفتوا الحاله اللي كانت عليها الطرق. ربطوا حوادث السير بالطرق، انا اتحمل المسؤوليه، حوادث السير في غالبيتها لا علاقه لها يعني بي 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 بالطرق، بالعكس انا نقول لكم ملي كتكون الطرق خاسره بنادم كيشور، ملي يعني حوادث السير ما عندها علاقه بقضيه الطرق، وانا كنتحمل هذه المسؤوليه. شوفوا شنو وقع في ليزوتورو ديالنا، شوفوا شنو وقع في الناسيونال، شوفوا شنو الطرق اللي جيده، كنعتقد هذه مرتبطه تطبيق القانون، حنا راه عندنا فيه بعض الامور باش ان شاء الله نكملوه، ولكن مرتبط ايضا بانه نزيدوا نشدوا المراقبه، وكل ما ارتفعت المراقبه شفنا حجم ديال المخالفات. الان غنتعاونوا بالتكنولوجيا، بالمناسبه كنشكركم من الصفقه مرت، وان شاء الله نتمنوا باش نعموا الرادارات، والان في حوار باش نديروا حتى داخل المدن لمواجهه هذه الكوارث، ولكن مع ذلك كاين الحفاري، كاين طرق غير صالحه، غنتعاونوا عليها ان شاء الله باش نعالجوها.